كان من المفروض انه تكون واحد الوقفه سلميه الى جانب الساده الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقب. للاسف انتم تشوفوا اليوم بدل فتح الحوار وبدل الاستجابه لمطالب نساء ورجال التعليم وعلى راسهم الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم كنلقاو هذه الجحافل من مختلف الوانها ديال الامن اللي كان الجواب هو الركل، هو الرفس، هو السحل، هو السب، هو الشتم، بدل فتح الحوار. الحوار مع وزارة التربية الوطنية اللي باش يكون الرأي العام على علم على غير ما صرح به وزير التربية الوطنية. الحوار مغلق منذ فبراير 2019. الملفات ديال النساء ورجال التعليم لا زالت تراوح مكانها على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم. إذن المفروض أن الوزارة تفتح الحوار، وماشي أي حوار، الحوار الجدي والمسؤول لحل مشاكل نساء ورجال التعليم والمدرسة العمومية. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.